الأمير مراسلنا في الإسكندرية. خالد الوضع إيه عندك؟ خالد؟ مساء الخير مدام رميش. مساء الخير، قول لي الوضع إيه عندك؟ صباح اليوم بغدت أمطار غزيرة الإسكندرية بعد نزلت الساعة الأولى من صباح اليوم، لكن في الساعة 6:30 صباحا أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات، أغرقت عدة مناطق تحديدا في شرق إسكندرية. غرب إسكندرية كان أقل أمطارا وكان الأمطار خفيفة، لكن شرق إسكندرية تحديدا مناطق سبورتنج، سموحة، نفق، كليوباترا، الإبراهيمية، بعض أجزاء من الكورنيش غرقت تماما، وأدت إلى توقف الحركة تماما على طريق الكورنيش وبتلك الأماكن. أيضا حول نادي سموحة إلى الآن لا زال شارع النقل والهندسة لا زال فيه أمطار يتم رفعها، لكن خلينا أقول لحضرتك إن من بعد عصر اليوم بعد هدات الأمطار في شرق الإسكندرية جرى رفع كميات كبيرة جدا من الأمطار، خاصة في منطقة سبورتنج اللي شهدت بجوار نادي سبورتنج والترام شهدت ارتفاع مياه الأمطار لثلاث أو أربع أمطار، غرقت سيارات لحماية المدنية. فين بالظبط؟ معلش بالراحة يا خالد عشان أنا في كلام مش فاهماه. أين المناطق التي تأثرت بشكل كبير في الإسكندرية؟ وما تقوليش شرق وغرب لأنه الناس مش عارفة شرق وغرب ده فين؟ منطقة سبورتنج تحديدا حول نادي سبورتنج والترام سبورتنج، كورنيش سبورتنج، سموحة، نادي سموحة نفسه ونادي الجياد اللي جنب نادي سموحة تأثر وغرق في مياه الأمطار، ميدان فيكتور عم مانويل في سموحة، فوزي معاذ في سموحة، شارع النقل والهندسة لا زال فيه مياه أمطار يتم رفعها، نفق كليوباترا ونفق الإبراهيمية تأثر بالأمطار، غرقت سيارات فيه، الحماية المدنية أنقذت خمس أشخاص في منطقة سبورتنج تحديدا بجوار سور نادي سبورتنج، كادوا أن يغرقوا داخل سيارتهم، أيضا كان هناك انهيار العقار في العطارين بسبب الأمطار. تحديدا الوضع في شرق اسكندرية الأماكن التي تعد هي مناطق راقية هي التي غرقت هذه المرة، على خلاف العادة كان هناك دائما المناطق الشعبية والمناطق العشوائية هي التي تغرق. اليوم المناطق ذات الرقي او المناطق الرقيه في الاسكندريه هي التي غرقت بالفعل اليوم. الوضع يعني امبارح كانت المناطق الاكثر يعني العشوائيه اكثر هي التي تضررت، النهارده مناطق الاكثر رقيا زي ايه يا خالد؟ السبورتنج مناطق الراقيه، وسموحه مناطق الراقيه، الابراهيميه مناطق الراقيه، كليوباترا مناطق الراقيه، المناطق دي تحديدا النهارده غرقت تماما، عكس امبارح كانت معظمها مناطق عشوائية ومناطق شعبية. لكن اليوم الشيء غريب ان النهارده ان المناطق دي تغرق، المناطق دي كان فيها اهتمام وكان فيها سدادات كبيرة، لكن واضح ان المسؤولين اطمأنوا ان مفيش نوة خفت من بالليل ففوقوا بأمطار غزيرة.